تفضل يا عبدي الباتشين. مساء الخير حبيبي. عبك بورس، انا ما بحبش حد. اتفضل يا عبدي الباتشين. ده انا بحبك من زمان وبعبدك من زمان. من زمان، ما انت احمق. انا كنت بشوفك في الجامع، على فكره كنت شايفك في الجامع الفاتح في اسكندريه، وقعدت تعبط في ربنا وتقعد ماسك الكتاب وقعدت تفقر ورا المشايخ. عارفك انا من زمان، كنت شايفك من زمان وعامل لي فيها طالب علم بدقنك ديت والطاقيه وال عارفك انا، والثوب القصير والسروال الابيض ده الحلو. عارفك انا. طب ده انا بحبك من زمان وبحفظ قرانك انا لو انت لو انت وبعبدك. ده انا كنت بصلي لك طول الليل، كنت بصلي لك طول الليل. كنت بتقرا ايه في طول الليل وانت بتصلي لي؟ ويل للمصلين، بتصلي لي الله اكبر فويل للمصلين. ما انت حمار. ما انا ما عرفتش ان انا حمار. اللي بعدها بقى بعد ما كبرت وعرفت كده ان انا حمار، ان انا اصلا بعبد واحد ما يستاهلش ان انا اعبده. انا زعلان جدا منك. زعلان مني انا؟ ايوه زعلان منك جدا. يعني انا كنت اصلا بتحطني في مواقف محرجه قوي، انت كنت بتحطني في مواقف محرجه قوي، وانا كنت بتحرج لمحمد نفسه. احكي لي كده، حطيتك قول لي كده امتى حطيتك في مواقف محرجه؟ يعني انا بحب انا اسمع الانجازات بتاعتي واشوف الهباب اللي انا بعمله، بفرح قوي. قول احكي. كنت اقعد اقول للناس وانصحها واوعظها واعلمهم واقول لهم قربوا من ربنا واعملوا واحفظوا كلام ربنا وصلوا لربنا وهو هيكرمكم ويوفقكم. فالناس كانت بتيجي تقول لي يا عم ده ما عملش حاجه. فبقى مش عارف انا اعمل ايه. اجي اقرا في السيره النبويه الاقيك انت نفسك بتحط محمد نفسه في مواقف محرجه. اما انت عارف وانت علام الغيوب وعارف كل حاجه، ايه اللي يخليك تخلي محمد ينسحب من لسانه ويقول زيد ابني وانا ابوه يرثني وارثه؟ وبعد كده يعني انت عارف ان هيحصل في يوم من الايام وانت علام الغيوب، وعارف ان هو هيحب مرات زيد وهتعجبه وهيروح يخليها ويقع في الموقف اللي هو وقع فيه ده، وقصة عائشة وحادثة الإفك، وانت عارف كويس ان انت هتحط في موقف محرج وتقطع الوحي عنه. انت تعب، انت بتعمل كده ليه؟ لا بجد كان بيحبها قبل ما يجوزها من زايد. هو جوزها من زايد عشان ما تحت عينيه. وبعدين لما قالت له لا ما تجوزش زايد، قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة ورسوله امرا ان يقول. الايات دي اللي ضربها محمد، انا سايبه يضربها، انا ابني بقى وحبيبي، انا سبته يضرب الايات ديت على ايه؟ وقعد اتفرج. انا كنت بتفرج في الموضوع ده. محمد كان بيعمل شغل عظمة الصراحة اكتر مني. يعني شوف انا في الوساخة بتاعتي محمد كان بيعمل. قال لك انا اجيب البت زينب دي تبقى تحت عينيا، ليه ما اعرفش يدخل لها دايركت يعني، ما يعني فقال هجيبها تبقى ازاي. وانت عارف قال لك ايه؟ قال لك زايد ما لمسهاش تقريبا. هو اتفق مع زايد قال له ما تنطش على زينب ابدا، انت تتجوزها كده شكل وبعد كده تيجي تقول لي اطلقها لك يا رسول الله، وانا ربنا هينزل يقول لي بقى وما كان وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه والحوارات دي. والاخر يعني الاخر زينب فين؟ اسمع محمد، على فكره محمد عمل معاها حمامه وهي لسه تحت زايد يعني لعلمك. يعني يعني انت عارف الحاجات دي كلها، طب انت ما بتقولناش ليه؟ وبعدين انت عمال تنزل كتب وكل كتاب. انا بحب انت عارف تحميه. انا بموت كده وانا بشوفكم بتتخبطوا في الضلال. انا بحب الضلال وبحب. امال انا عامل جهنم ليه؟ عامل جهنم ليه؟ وبعدين انت كل شويه تعمل ابديت. انا عايز اسالك سؤال، نفسي اسالك السؤال ده من زمان. هو انت كل شويه تعمل ابديت؟ يعني تنزل توراه تتحرف يقعدوا يلعبوا فيها، لا انت عارف تحميها ولا انت عارف تعدلها ولا انت عارف تنزل نسخه ثانيه منها ولا انت عارف تعمل اي حاجه. تيجي عامل ابديت ومنزل حاجه ثالثه وحاجه رابعه، كل شويه تعمل ابديت. طب انت محيرنا معاك يعني. هو في حد يعمل كده؟ لماذا لا تنكح امك او اختك ايها الملحد؟ علشان انا ما بسمعش كلامك اصلا. عشان انا ما اعرفكش. انا لو اعرفك هنكحهم، انا لو هسمع كلامك انت انكحهم وبعد كده اتوب. مش انا لو نكحتهم وتوبت انت هتوب عليا؟ مش انت قلت كده؟ انا قلت كده، بس انا ما بتوبش على حد. كله هيتخوزق في جهنم، كله. بعدين انا مش فاضي عشان اعمل لجهنم دركات، وده هيقعد هنا وده تحت وده فوق. كلكم يا ولاد الكلب هتبقوا في تركه واحده كده هو، وعلى راسكم محمد نفسه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اضخم حيطه في قلب جهنم برضه. وانا شخصيا هحط رجلي في جهنم وبعدين ادخل كلي في جهنم، اقعد في جهنم علشان خاطر انا بكره حتى نفسي. وبعدين
وبعدين انا عايز اسالك سؤال بس، هو انت ليه الحاجات مش ما بتظبطش معاك؟ يعني انا عايز اعرف لما تيجي ترمي الرجوم وتقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وعمال ترميهم وبعد كده بتقول الا من استرق السمع، يعني انت لا انت عارف تتكلم وتخلي الملائكه بتوعك يتكلموا بلغه الشياطين ما يعرفوهاش، يعني خليهم يتكلموا بلغه الشياطين ما يعرفوهاش، بسيطه اهي بسيطه، يا اما تخليهم ينشروا كويس، لا تقول لك الا قد كده اهو. دلوقتي ناسا جت العيال بتاعت ناسا جت ووضحت ان الحاجات دي كلها يعني كل ده بتنجان، وانا كنت بقول بتنجان كتير زمان، انا كان انا بحب البتنجان، انا بحب انا اكلتي المفضله في عالم موازي يعني، وانا بسرح في خيالي كده، اصل انا ما باكلش بس يعني لما بسرح في خيالي كده اكلتي المفضله هتبقى البتنجان، لو كنت بني ادم كان زمان اخترت البتنجان، فانا كنت زمان مكتر من البتنجان، الكتب المقدسه بتاعتي كان فيها كميه بتنجان يا اخويا كبيره جدا. قالت لك الشهاب ده حاجه تانية والنجوم حاجه تانية، يعني انت عارف انا لحد دلوقتي مش فاهم الكون اصلا. طب سيبك من الكون، احنا دلوقتي بنعبدك بقالنا 1400 سنه على محمد، وانت قلت لنا اعبدوا، وبقالنا 1400 سنه عاملين ندعي اليهود، وبقالنا اكتر من 100 سنه بندعي اليهود، مفيش في المليار و500 مليون واحد فقط تستجيب دعائه على مدار ال 70 80 سنه من ساعه ما اليهود احتلوا وعمالين يقتلوا في اخواننا وعيالنا، ما بتستجيبش. الضغط يا ابني، عاد الضغط يا ابني، انا بقول لك انا سايكوبا، انا نفسي عارف وبقول لكم ان انا سايكوبات، يعني انا بكذب وبعمل كل انواع الشرور وبمكر وبكيد كايده وبستدرج الناس واعمل لهم فخوخ وكل الحاجات دي، وقايلها لكم بعض لساني، وانت جاي تقول لي اصلك يا ربي ما انت قلت وما قلتش.